بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذا قال بعض أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك صحيح، وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح أو في صحيح البخاري، فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام لأن يقال الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم؟ نعم، هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام، والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ بها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه، فهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، ولذلك يستقرب الأمر ويقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تعديل. هذا هو قصدهم. وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيح، يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين، أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين. طيب خليه يتبدأ.